كابتن اسلام بالتاكيد كمان كابتن اسلام شاهين انا برحب بيك ومتابع بشكل قوي لفريق بايرن ميونخ الالماني عشان نتعرف منك كمان على اجواء هذه المباراه وايه افضل طريقه ممكن يلعب بها الاهلي في مواجهه بايرن ميونخ كافضل فريق في العالم وبطل اوروبا. تحياتي لكم، نهاركم سعيد، سعيد جدا بوجودي معكم في قناه الاهلي. الاهلي بدا اللقاء الاول وظهر بشكل جيد، وغدا سوف يواجه بايرن ميونخ، فريق قوي فريق عظيم. من وجهه نظري لابد على الفريق الاهلي ان يلعب بهدوء بكل ثقه ويستمتع باللعب امام الفريق البافاري بطل اوروبا. التشكيله من وجهه نظري للاهلي لابد ان يبدا الشناوي في حراسه المرمى، من اليمين محمد هاني وايمن اشرف واكرم توفيق او بدر بانون من وجهه نظري، وناحيه الشمال فدفاع علي معلول كما تعلمون. في وسط الملعب اقترح في قد عمرو السوليه في نصف الملعب وحمدي فتحي، وامامهم كمثلث دفاعي اليو ديانج من وجهه نظري لعيب رائع وقد يستغله المدرب في الدفاع والهجوم في الربط ما بين وسط الملعب والهجوم في الامام. كهرباء اقترح بالبدايه في مثل هذه اللقاءات لانه لاعب سريع لاعب رائع. حسين الشحات في اليمين وبواليا في الهجوم. لابد على الاهلي ان ياخذ ذلك بجديه وياخذ في عين الاعتبار لان فريق البافاري فريق ليس سهل، فريق قوي يمتلك لاعبين سريعين، جنابري ساني لاعبين على اعلى مستوى، ودافيد وألابا في الدفاع، فلك فريق متكامل. لابد على الاهلي ان لا يترك الا مساحات في اللعب يلعب ويضيق الحدود والمساحات في الملعب من وجهه نظري. طيب سؤال اختم بيه لقائم حضرتك كابتن اسلام، فريق البايرن الاهلي عشان يواجهه بشكل متميز داخل الملعب يغلق المساحات ويلعب على الكرات الطوليه المرتده خلف خطوط الدفاع بتاع فريق البايرن، ولا الطريقه الانسب ايه من وجهه نظرك من خلال معايشتك للبايرن؟ من وجهة نظري لابد أن يقفل المساحات ويقلل المساحات طالما هذه المساحات ضيقة واستطاع الأهلي ولاعيبة الأهلي السيطرة عليها في الملعب فسوف يظهر بشكل أفضل وسوف يمتلك زمام الأمور في الملعب. لابد من تضييق المسافات لأن اللاعبين هناك كما ذكرت لعبة سريعة جدا فريق البافاري وفعلا هو فريق يعلم تماما المنافس والخصم ويدرسه بشكل قوي، فأعتقد أنه كومان على سبيل المثال لعب سريع جدا وفي اليمين على سبيل المثال جنابري في اليمين فهو لعب مع ساني فلعبة سريعة جدا، فعندما تضيق المساحات هنا بالفعل لابد على الأهلي فعلا عندما يضيق المسافات على هذين اللاعبين بالأخص في جهة اليمين فسوف يجعل فرص الأهلي أكبر في الحصول على الفرصة. الأهلي فريق قوي لابد أن يغير في تشكيلته ويعتمد أكثر على اللعبة السريعة في مثل حسين الشحات وكهرباء من وجهة نظري، وبواليا أيضا لعيب سريع لابد أن تواكب ذلك في الملعب وتكون على هذا المستوى من لتجاري لعبة بايرن ميونخ السريعة. فهذا رأيي. هناك في ألمانيا الكل سعداء، الكل ينتظر ويتوقع مباراة قوية نارية. الأهلي معروف، الأهلي فريق قوي بطل أفريقيا شامبيونز للأفريقي، الكل يتوقع مباراة رائعة ويترقب مباراة قوية أمام بطل أوروبا الفريق البافاري. أنا هنا كنت أتابع وأرى أن الإعلام والصحافة والتلفزيون يتحدثون عن المباراة وعن أهميتها وعن النادي الأهلي، قرأت ذلك في الصحافة.
الفريق البافاري يحترم النادي الأهلي والفريق طبعا. الأهلي ويحترم ويقدر خصمه وقوته. كابتن إسلام أنا بشكرك. كابتن إسلام أنا بشكرك بالتأكيد، ده كلام مهم جدا متعلق بحديثه عن مباراة الأهلي وبايرن ميونخ. بالتأكيد كلام كان مهم جدا قبل مباراة الغد.